تم إخراجه من بعض السكنات المجاورة هذا المحيط اللي يشكل خطر بالنسبة لهم. وتمت مباشرة عملية التدخل من طرف فرق الحماية المدنية وتم تعزيزها بالإمكانيات لكل الوحدات الموجودة على مستوى الولاية في محيط ورقلة، بالإضافة إلى تدخل وحدات من الجيش الوطني الشعبي. ساعدتنا كمؤازرة، دخلت شركة سولاتراك انطلاقا من مركز الحوض الحمراء التحقوا بنا في عين المكان وتم السيطرة عليها.